قضية ودان هذه أنا تميت يوم 24 في الشهر 3/2021 لين اتصلت علي إحدى المناضلات فم وقال لها أمينة أنتم منت حمادي موجودة في حي أغنى مريت وبلغتني بالخبر وعطيت نهارين عقب هي نبحث عن الخبر وعقبت منين عاد يوم 27 في الشهر 3/2021 اتصلت بمريم من سعد بوه من تعم الناس اللي كانت معاهم في ودان وسولتها عن اللي خلقوا في ودان شنو قالت لي عنها خلقت مناسبتهم في ودان مناسبة ولا قضفنا ولا الشيخ سعد بوه في ودان وعنها مشى وقالت ماشيين من هون قالت لي رافدين معانا خادم ينقال لهم ميمه وشوفي ذيك الخادم قالت لي كانها تقد تشتغل والله نافع الحيل ومنين جينا قالت لي الودان عدلنا المناسبه ورحلت مع الطفله حرطانيه قالت لي للشرفين قال لها بوبه من ترويجل هي اللي معدله المناسبه هي وصيدها للنبق وقالت لي ام الطفله والثقه قالت لي اللي خلقت لا ثقته لشيخنا والمحمد يطرحوا في العقد 20 100 ناقه وحولي خيل وخادم وهذا موجود عندي هذا موجود عندي بالصوتيات ومنين عاد يوم 28 بلقت اتصلت لا على رئيس الله لمين العام وبلغته بالقضيه بعد تاكدي من ذا منين عاد يوم 29 فتحت المقر الساعه 9 ومنين عاد 9:30 دخلت علي مريم من تقضفنا والشيخ سعد بوه خدت الراجل المتخيم ودخلت علي الشخص بنفسه الثاني مريم من سعد بوه ودخل علي محمد بويا الجيه واللي محمد بويا واللي الجيه وجايبين حرطانيه ينقال لهم ميمه قلت لهم انهم يتفضلوا دخلوا بغايتهم شنهي قالوا لي احنا جايينكم من دوركم تندوا معانا بذي الشائعه اللي انطلست عنا في وداع اللي انطلست عنا لدميه في وداع وندوركم تندونا عنها شتو احنا هذو عندنا من الخدمه لا ميمه هذه ما جاوني ينفولي في الثقه ما يخالقه اللي تكلمت انا عليها جاولي اكدوا لي عن الخادم اللي مشات مع عندهم من الخدمه ميمه هذه اللي هي قاعده شوفي كان ميمه هذه يا عزيزه صالحه للصداق صالحه للصداق والله صالحه لحد يرحل بها حد والله صالحه للشغله قاعدات ما جاوا ينفولي ان فم باش الثقه اللي متكلمه انا عليها جاوا ينفولي ان العقد ما قدمت فيه خادم يا غير الثقه لا الثقه اللي انقالت هذا اكدوه لي في مقر المكتب الجهوي يا درار بحضور شهود راعيهم وجدهم قلت لان احنا هم اللي نددنا بالقضيه وهم اللي كتبنا عنها وهم اللي منجين بها عنا ما لنا الدرهم غير يمرقوا هم يكتبوا يمرقوا يشكوا من ذا اللي كاتب عنهم ذا والله ذاك اختيار منهم بعد يخضع عنا يمرقوا قيموا عنا تبوا ماشيين من ذاك الساعه ما قد رجعونا وفتحنا ابواب مقرنا من ذاك النهار تمينا نفتحوها من الثامنه مع الصباح من تعود الثنتين نمشوا عنها من تعود الثالثه نرجعوا لهم تموا فاتحين ابوابنا لين تعود السابعه ولا قط جانا حد يسول عن ذي القضيه ولا يحقق عنها اخبار ابدا هذا هو موقفنا احنا من قضيه وداع